قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. لقد ضعتها. يا ترى أين بدر؟ إنه في المستشفى منذ أمس. هي فعلها فواز، أحسنت. السلام عليكم يا أولاد، كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين صديقكم بدر؟ لم أره. سامي يقول إنه في المستشفى. بدر في المستشفى؟ لا تقلقوا، أعتقد أن الأمر بسيط، ربما يخرج اليوم. هيا نكمل. هيا يا أولاد، كفوا عن اللعب ولنذهب لزيارة صديقكم بدر. إننا مشغولون باللعب، ثم إنه يوم إجازتنا. ستكمل فيما بعد. إن لزيارة المريض أهمية في ديننا الحنيف وأجر كبير، وكل مريض يسعد بالزيارة مهما كان مرضه خفيفا، ويتشجع على الشفاء ويطيب. وسوف نشتري له الهدية التي يحبها. سوف أزوره غدا، أنا مشغول اليوم. هيا بنا يا أولاد. لا بأس، طهور إن شاء الله. لم نعلم بإصابتك إلا متأخرا من سامي. شكرا لكم، سعيد جداً باهتمامكم وزيارتكم هذه، ولكن أين سامي؟ ها؟ ربما انشغل وسيأتي لزيارتك غداً. كنت أتمنى حضوره معكم. سعيد جداً بزيارتكم يا أصدقائي، أنا بخير الآن، شكراً لكم.